ليه هاجمت فكره السوبر ليج الافريقي؟ لان ده السوبر ليج ده هيستفيد منه نادي او ناديين مثلا في مصر، الاهلي والزمالك، لكن هيدمر الدوري المصري. هتبقى فروق كبيره جدا، الفلوس اللي هتاخدها هذه الانديه ضخمه جدا جدا جدا، هتبقى ميزانيتها الكرويه عاليه قوي قوي قوي، فهيجيبوا لاعبين وهتجيب فرق وهتجيب اجهزه فنيه، هيبقى ما فيش منافسه. هو اوريدي ما فيش منافسه، بس هقول لك هو دلوقتي برضه معلش لا، هو هنا ما فيش منافسه لعوامل اخرى، لعوامل اخرى، عوامل انضباطيه. انا ليا دايما واقفه مع التحكيم المصري. بص، ما فيش يعني المدخل الرئيسي لانضباط ونجاح المنظومه الكرويه في اي مكان هو التحكيم، هو التحكيم. فانا من وجهه نظري، مع الاحترام لكل الاطراف القائمه عليه، ان التحكيم المصري عايز انضباط وعايز معالجه شديده جدا. فانت حضرتك دلوقتي في اوروبا، ايه اللي حصل لما اتعرض الليج السوبر ليج الاوروبي؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا كلها قامت عليه. فهم جايين بقى يجربوه فين؟ في افريقيا. ايفنتينو عمل ايه؟ تراجع وتوارى وعمل انا مش جايه منه، دي جايه من ريال مدريد. خلاص، ما قدرش على الناس دي، ما قدرش على الناس دي. بتفهم ولا ما بتفهمش؟ وعارفه ولا مش عارفه؟ كده عارف. وهاجوا وماجوا ولا لا؟ طب انت ليه جاي بقى تجربها في افريقيا؟ وطبعا زي ما انت عارف ان افريقيا هما رجال ايفنتينو، يعني ايفنتينو بيعتمد على افريقيا في المقام الاول في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي. فاللي بيقول اللي ايفنتينو بيقول له عليه، والاتحاد الافريقي مسيطر عليه طرفين، الطرف السنغالي والطرف المغربي، فهو جاي يجربه هنا فين؟ في افريقيا، فبيحقق رغباته في افريقيا. فاذا كان الاوروبيين اللي فاهمين اكتر مننا واللي عارفين اكتر مننا واللي متعمقين اكتر مننا في الكوره، واللي الكوره عندهم الصناعه الاولى في اوروبا اللي بتجيب فلوس كتيره جدا، اللي هنا الكوره بتتعال وبيتصرف عليها، لان احنا مش قادرين نظبط المنظومه الكرويه. وانا قلت حتى ان الاستثمار في الكوره مضيعه للفلوس ومضيعه للوقت. تمام، كنت بتتكلم دلوقتي على التحكيم، شايف قرار الاستعانه بالانجليزي انا معجب جدا، انا معجب جدا بهذا القرار. ما ياما احنا عيننا ناس بس ما فعلناش تعيينهم، ما فعلناش. بص، كل كلمه انا بقولها وبكتبها مش بغرض ان انا اشهر نفسي ولا كذا، ده لاسراء الحركه الرياضيه وللمساعده في النهوض بكره القدم. ده اللي انا فاهمه من اللي انا بكتبه. يعني لما باجي اقول ان الاهلي هيتعاقد مع مصطفى، ده اللي هو امبي، ده جايباه من السويس، وانا كنت بسعى عليه، ومعروف مصطفى شلبي ده في منتخب السويس، طبعا كان معروف، الحاجات دي كلها بتبقى معروفه، كان معروف. انا سعيد، ده معنى كده ايه؟ معنى كده بقول ان المجتهد اهو بيوصل الى اعلى مرتبه وبيوصل لكذا وبيوصل. ومعنى كده بقول ايه؟ ان معنى كده رساله بتقول ايه؟ ان في عين خبيره وعين كويسه قوي في النادي الاهلي قدرت تطلع اللاعب ده، زي مصطفى الزناري المساك بتاع الجيش، ده عنده ميزات. اول مساك ممتاز، غير كده بيعمل فاولات قليل جدا، بينفذ خطه تامه، راجل بيرمي الاوت مسافات طويله جدا. فادي الفكره اللي انا بقولها، والغرض ان انا بقوله لما بتكلم، بقول مثلا الزمالك هيجيب فلان الفلاني، لما الزمالك عمل ناشئين كويسين جدا، انا قلت الزمالك عمل ناشئين كويسين جدا، دي لها مدلول هام ان الراجل المدرب ده عرف يطلع ناشئين، والناشئين بتوع الزمالك دول هيكون لهم دور كبير قوي في المستقبل، ويغنوه عن شراء لاعبين بعشرات الملايين ما لهمش لازمه. فكره رابطه الانديه شايفها ناجحه ولا ناجحه جدا، بس تتفعل بكل قوه، تاخد كل الاختصاصات اللي واخدها رابطه الانديه في انجلترا مثلا. الكوره فيها مشكله خطيره برضو، انا اول واحد اثرتها، ان انت عندك لعيبه محترفه وانديه محترفه ومدربين محترفين وحكام بياخدوا فلوس، والدوري دوري هواه، مفيش دوري في العالم تكسبه يدولك ايه، حته خشبه ولا حته صفيحه، لازم في جايزه ماليه ضخمه جدا، خدت بالك؟ وبعدين ايه دور اتحاد الكوره بيعمل فيك ايه؟ ده انا قعدت سنين وسنين رئيس نادي، عمر اتحاد الكوره ما رد عليا في جواب اطلاقا، مفيش جواب رد عليا فيه اتحاد الكوره. وبعدين اتحاد الكوره بياخد فلوس بكل شكل وبكل اتجاه، وبعدين اتفاجئ ان اتحاد الكوره عليه مش عارف 600 مليون، كلام غريب جدا، لان اتحاد الكوره بكل واحد عايز يعين قريبه وعايز يعين صاحبه وعايز كده،
غير كده يعني مفيش حاجه اسمها معاش، خروج على المعاش مفيش. يعني انت خدت بالك؟ بص، تجديد الدماء الا للعباقره، انا مش معقول كله عباقره مفيش معاش، فانت الاتحاد كله بيكبر معاك، فلما الاتحاد كله يكبر معاك اداؤه بيقل، وان هو علاقته بعلوم المستقبل والدنيا المتقدمه بتتلاشى واحده واحده، وعلاقته بالمجتمع بتتفكك. فانت لازم يبقى عندك اب تو ديت، يعني انت خدت بالك؟ تحديث فكري وتحديث في العمل. جيب لي مثلا مره ان اتحاد الكوره ده عمل لقاء مع الاتحاد وتبادل زيارات وتبادل خبرات مع الاتحادات المتقدمه، ما حصلش. الرابطه بس اللي راحت الامارات وعملت تآخي معاه. تخلي بالك الامارات والسعوديه دول تقدموا تقدم مذهل، وعشان كده يجي لعبك يكسبك. انا مش ضد ان هو يكسبني، بس يا اخي اكسبه بره ويكسبني بره، خدت بالك؟ لكن هم هيكسبونا، احنا ترتيبنا تراجع. ليه؟ لان احنا المباريات التحكيم ضعيف، قلت لك الاستثمار في الكوره مش مجدي وبقى مفهوم كده، فانت بتتراجع. ايام الكابتن عصام عبد المنعم كان رئيس الاتحاد، كابتن حسن شحاته كان رئيس كان مدير فني، المدير الفني، كنا التاسع، وصلنا يوم التاسع على العالم، وزعلنا لما بين ال 11، دلوقتي بين كذا و40، والمره الجايه هنبقى ال 50، وهنبقى. طب وليه؟ وبعدين حضرتك جيب لي خطه اتحاد الكوره عاملها لتنميه المواهب، ازاي انت تكتشف المواهب؟ محدش جه قال انا عايز اعمل اكاديميه زي اللي موجوده في بلجيكا، او اكاديميه زي اللي موجوده في فرنسا. زمان، لا هنقول نرجع بالتاريخ خالص زمان قوي، كان في واحد الله يرحمه اسمه جلال ريطم، كان بيرعى الموهوبين، عمل مدارس الموهوبين وعمل مراكز تدريب الموهوبين. عارف الموهوبين دي طلعت مين؟ الخطيب وفاروق جعفر والجوهري وناس كتيره جدا كانت نجوم الكوره لسنوات طويله. انت واخد بالك انا عايز اقول لك ايه؟ ايه الفكر اللي بيعمله اتحاد الكوره عشان يطلع يعد موهوبين ويعد ناشئين ويعمل ربيع ياسين يلف محافظات مصر كلها يلم ايه اللي كذا؟ مفيش خطه. ايه دور المدير الفني اللي عايزين يجيبوه؟ مفيش حاجه. واحد يقبض مرتب خلاص.